عندما أذهب إلى النوم أدعو وأقول بحق ملائكة الرحمن أن يصحوني من نومي عند أذان الفجر حتى أتمكن من الصلاة جماعة في المسجد، فهل في ذلك إثم علي؟ وهل من وسيلة أخرى ترونها لي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الاهتمام بالقيام لصلاة الفجر أمر واجب، يجب على المسلم أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر وأن يعمل الوسائل التي توفقه ويبذل الأسباب في ذلك. أما ما ذكره السائل لأنه يقول بحق ملائكة الرحمن يوفقون لصلاة الفجر فهذا غير جائز، لأن السؤال بحق مخلوق لا يجوز والتوسل بحق المخلوق لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بدعائه وحده وبدون توسل بحق مخلوق أو بجاه مخلوق أو بذات مخلوق، ويواجب على السائل أن يفعل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من الأذكار عند النوم. ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، ويقرأ المعوذتين ويقرأ ما تيسر من الأدعية الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا نجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اسمك ربي وضعت جنبي، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه هي الأدعية المشروعة التي تقال عند النوم مع العزيمة الصادقة على القيام بصلاة الفجر وعمل الأسباب المباحة، مثل أن يوصي أحدا من إخوانها اليقظة أو النائمين وهم بيت الذين حوله، أو أن يعمل ساعة تنبهه لصلاة الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا.